أنا اليوم في الملتقى السادس اللي كتنظمو الجمعية سنويا واللي كيهتم بإدماج السجناء السابقين والشباب الهش. هذا الملتقى اللي غتحضروا فيه إن شاء الله تعالى هو التزاما من الجمعية لواحد المشروع اللي هو الابتكار ضد الإقصاء والانحراف اللي بشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومع منظمة الهجرة الدولية وبتمويل من مشترك ما بين اليوسايدي وما بين الشركة العامة المغربية ديال الأبناك. هذا الملتقى هذا بغينا نشوفوا فيه شنو هما المقاربات اللي كيديروهم كاع المؤسسات ديال الدولة. كما غتشوف راه كاين معنا الأمن الوطني، كاين وزارة التربية الوطنية، كاين المندوبية ديال السجون، كاين دكتورة محامية، كاين ديال الوساطة، كاين المجالس الجماعية، يعني جمعنا كاع النخب المؤسساتية باش تحضر معنا في هذا الملتقى باش كل واحد يدلي بالدلو ديالو ونشوفوا اشنو هي المقاربات اللي كيديروا باش نحاولوا ان شاء الله تعالى ننقذوا ما يمكن انقاذه من هاد الشباب اللي هما شباب هش او سجناء سابقين. الملتقى اليوم هو ملتقى من اجل الابتكار ضد الاقصاء للشباب الهش وللسجناء السابقين. هو ملتقى جد مهم لانه يضم مجموعه من الاخصائيين في هذا المجال، فاعلين جمعويين، اخصائيين نفسيين، محامون، وكذلك اخصائيين في الشؤون الاسلاميه. هذا الملتقى سوف يقوم بطرح هذا الموضوع، موضوع اقصاء الشباب ومقاربات ناجعة من أجل اندماج هذه الشباب في المجتمعات. الملتقى، الملتقى الوطني السادس الذي تشرف على تنظيمه جمعية الأمل لمواكبة ومصاحبة نزلاء المؤسسات السجنية، أعتبر هذا الملتقى محطة من المحطات الرئيسية التي أتشرف طبعا على تسيير جلستها، نظرا لقيمة هذا الملتقى ونظرا لقيمة ما تندرج في إطاره هذه الملتقيات من أجل واحد الفئة معينة، فئة حساسة في المجتمع، من أجل الفئة التي علينا أن نتجند جميعا من أجل دعمها وإدماجها في النسيج الاقتصادي والاجتماعي. أولا الشكر الجزيل السيد رئيس لجمعية الأمل، سيد رئيس جمعية الأمل، لمواكبة ومصاحبة نزلاء مؤسسات سجنية، اللي تنشكره بزاف على الاستضافة ديالو في هذا الملتقى السادس الوطني السادس. المداخلة ديالي ستكون حول منظومة العدالة النسائية في شقيها التشريعي وكذلك العقابي. كذلك سوف نتحدث عن حالة العود بالنسبة للمجرمين اللي كيرتكبوا جرائم ثم يعودون للجريمة المرة الثانية والثالثة وهكذا. وإن شاء الله كنتمنى أن المداخلات تكون في المستوى العالي. وشكر جزيل كذلك، كنعاود شكر جزيل مرة ثانية لجمعية الأمل.